يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بكم أحباء المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. آية النهاردة من رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 5 وعدد 7. هات كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الرسول الأولى أصحاح 5 وعدد 7. لو معكش كتاب مقدس تابعني على الشاشة، ولو انت عايز نبعت لك كتاب مجاني اطلب من فضلك راسلنا واحنا نبعت لك كتاب. يلا اقرا معايا. بيقول لهم في توصية مهمة او زي وصية مهمة، بيقول لهم ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. بيكلم كل واحد فينا شايل شيلة تقيلة، شايل هم كبير، مش عارف حتى، مش بيقول واضعين كل همكم، لا ده هو بيقول ملقين كأنه مش عارف ينزلها، حاجة تقيلة جدا فرماها من عليه، ألقاها من عليه. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يلا نحفظ ده مع بعض. بطرس الأولى 5:7. ملقين كل همكم عليه لأنه هو، أي الرب، يعتني بكم. نقول مرة أخيرة، بطرس الأولى 5:7. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني، لأن الرب بنفسه يعتني بكم. اللي بيشجع الواحد في هذا النوع من التفكير إنه الرب اللي حمل عنا خطايانا، اللي حمل أوجاعنا تحملها، اللي شال عننا، اللي فدانا، اللي ادانا حياته، النهاردة يحق لي علينا إن احنا ننفذ وصية كتابية مهمة، إن احنا ما نشيلش الهموم وما نكونش الناس اللي يزعلوا حياتهم. رب أكرمنا بأفراح لأجل فداه ولأجل خلاص، وإحنا نوجع نفوسنا ونوجع قلوبنا، وإحنا نخلي حياتنا مليانة هموم ومشاكل وأتعاب ومشاغل ونشيل الهم. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. بتقول تنيمة النهاردة ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم، هو بنفسه. يا سلام لما يعني هو شخصيا، هو في اهتمامه، اللي بيهتم بالعصفور، اللي مخلي باله من طير السماء، اللي مخلي باله من الزروع، من السنبلة، مخلي باله من كل حاجة في هذه الخليقة. ألا يهتم بك أيها الإنسان؟ القي عليها، شوف، جربه، اختبره. مش عايز أقول لك جربه لأنه لا تجرب الرب، اختبره وشوف النهاردة لما تلقي عليه بهمك هو كفيل جدا أنه يحملك ويحمل همك. افتكر أن هو بالفعل شايلني بشيلتي، يعني أنا لما سيب له شيلتي أنا حلاقي نفسي يعني بقيت فرحان ومرفوع كده وماشي بلا ثقل. لكن طول ما أنا شايل شيلتي وماشي بيها، رغم أنه هو شايلني وشايل شيلتي، أفضل أنا تعبان لأن أنا برضو شايلها. لكن لما تيجي تلقي على الرب همك، ثق يا أخي هو يعولك. تعال اختبر النهاردة معايا هذا النوع من الاختبار. قول يا رب أنا طول ما أنا ماسك قضيتي في إيدي، اسمها قضيتي، طول ما أنا ماسك ملفي في إيدي وماشي بيه طول النهار، وكل ما واحد يسألني أخبارك إيه أقول هعمل إيه، ظروفي صعبة، ملفي تقيل، أموري متعبة، اليوم اللي حاجي أروح حاطط الملف بتاعي على مكتبه وأسيبه وأمشي، ساعتها أبقى ألقيت همي عليه. هو سيعتني بك، هو كفيل بك وبمشاكلك. تعال النهاردة وقول له زي ما بتقول الآية بتاعتنا بطرس الأولى
5:7 ملقين كل همكم عليه لأن الرب بنفسه هو يعتني بكم. تعالوا نرنم. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مسدود. قولي تخاف ليه متشالف عنيه، منقوش في ايديه، شعرك معدود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. يا سلام يا هناك طول ما هو اياك، وإيديه سندك وعليك بيسود. خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. لو ماسك فيه ومسلم ليه، عمرك وعليه على طول مسنود. تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا جب أسود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. بتقاسي كتير ليك رب كبير، كل ده للخير وده شيء مقصود. ده هيشفي آلام وهيدي سلام، مش بس كلام، دي آيات ووعود، ربنا موجود. وما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بنمشي ومالوش حدود، ربنا موجود. ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل فرحان معايا بالترتيل، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل، يا رب يوم طيب وجميل.
جميل.